الليلة في حديث القاهرة، شخصيات في الأحداث. المهندس عبد الحكيم عبد الناصر يتحدث إلينا، لماذا اعتذرت الأسرة عن قبول مبادرة حياة كريمة لترميم منزل الزعيم ببني مرة؟ هل تتحقق مطالب أسرتيهما؟ تفاصيل جديدة في حادث غرق القبطان والبحار في المحيط الهندي. حصري وخاص، حوار مهم مع وزيرة الصناعة نيفين جامع. لأول مرة في ضيافتنا الشاعر عمرو حسن وأجمل قصائد في الحب والحياة. هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة. حلقة النهاردة الاثنين 25 يوليو 2022، وكالعادة حديث القاهرة ممتلئ بالأحداث. لكن قبل ما نبدأ أي شيء أكيد لازم أقول مساء الخير لزميلي العزيز جدا خيري رمضان. أهلا وسهلا، مساء الفل يا كريم. مساء الخير على السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. دائما نتحدث عن التعاون العربي والتعاون على مستويات عدة خاصة في الاستثمار وفي الاقتصاد، لذا كان من المهم اليوم تسليط الضوء على فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي انضمت إليهم البحرين، ودي لجنة مشتركة بين الدول الثلاث تم فيها اتفاقات لإنتاج حبوب وأدوية بديلة ومنسوجات وغيرها. كمان تم الإعلان بعد انضمام دولة البحرين إلى المبادرة، فبقوا 4 دول مؤسسة للشراكة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال نصاً، قال نصاً جملة بتخلينا نتفائل جداً بمستقبل الصناعة في مصر، وإن التعاون ده إن شاء الله هيكون مثمر زي ما احنا عايزينه أكتر. قال إننا هننسف المعوقات وهنزيل أي إجراءات بيروقراطية قد تواجه مشروعات مبادرة الشراكة الصناعية. جملة مهمة جداً لها أبعاد مهمة جداً يا خيري. طبعاً إزالة المعوقات دي هي أزمتنا طول عمرنا، وكل الحكومات بتيجي ما بتقدرش عليها. لكن النهاردة هذه الشراكة جاية بعد جولة مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا وصربيا وفرنسا، كانت برفق من ضمن الوفد المرافق للسيد الرئيس كانت السيدة وزيرة الصناعة. أي خبير اقتصادي لو بيتكلم دلوقتي على مواجهة الأزمة اللي العالم بيواجهها هيقول لك الحل هو الصناعة والاستثمار. ده طبعا موضوع مهم جدا، صناعة واستثمار، يعني عندنا وزراء معنيين. وإذا كان النهاردة زي ما قلنا على رأس الأحداث هو اللقاء ده اللي في الاجتماع الثاني لإن شاء الله تعاون تكاملي صناعي عربي مثمر، يبقى أكيد قصتنا الإخبارية النهاردة هتبتدي مع وزيرة الصناعة وإجابة على تساؤلات سواء عن الحدث أو حتى عن واقع الصناعة في مصر. لكن خلينا نبتدي ونروح لعناوين الأخبار ونرجع بعدها علشان نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية. الرئيس السيسي: أكدت لرئيس الصومال ضرورة التواصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية. الوزراء: أكثر من 135 ألفا تقدموا بطلبات ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم. الحكومة تنفي إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية. الصحة تعلن توافر أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات. منظمة الصحة العالمية: مصر عالجت 4 ملايين مصاب بفيروس سي وفحصت أكثر من 60 مليون مواطن. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية. وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة. المجلس الأعلى للجامعات يقرر 1 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات. وزير الخارجية الروسي: لا توجد أي معوقات تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. غداً طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة، والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ الأسكندرية ومطروح والعلمين.
أهلا وسهلا بحضرتكم. عندما تحدث أزمات، عندما تمر بالدول محن مثل المحنة التي تمر بها دول العالم الآن في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة منذ كورونا، وتصبح العين على واحدة من أهم الوزارات، وزارة الصناعة والتجارة. الكل يتحدث على أن الأمل في الصناعة، تشغيل الشباب، الصناعات المتوسطة والصغيرة هي اللي بتحل الأزمة، تقنين الاستيراد يا جماعة، عايزين نصدر أكتر، عايزين نفتح مصانع أكتر، عايزين ندي فرص للشباب. وكانت الدولة حريصة منذ البداية، سواء من البرنامج الذي أعد فيه البنك المركزي وتوفير المليارات، وبجهود كبيرة جدا تحاول الدولة الآن من خلال عقد اتفاقيات زي الاتفاقيات اللي تمت النهاردة وشفناها في اجتماعات السيد الرئيس بحضور السيدة وزيرة الصناعة مع ممثلي الإمارات والأردن والبحرين، تصبح الأهمية، السيد رئيس الوزراء، تصبح الأهمية الكبرى هو فهم ماذا يدور. معنا عبر زوم المعالي الوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. أهلا وسهلا معالي الوزيرة. أهلا بيك أستاذ خيري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معالي الوزيرة. أهلا بحضرتك. وإحنا هنبتدي من الحدث الأخير الحقيقة، وانطلاق جملة بالنسبة لنا مهمة جدا، هي إن إحنا هننسف المعوقات وهنزيل أي إجراءات بيروقراطية قد تواجه مشروعات مبادرة الشراكة الصناعية. النهاردة الاجتماع الثاني للجنة العليا، عايزين نعرف ماذا تم في هذا الاجتماع. هل يا ترى انتهينا لعدد من القرارات اللي هتكون نقطة بدء إن شاء الله في مشاريع مشتركة؟ بداية أنا عايزة أنوه إن إحنا النهاردة تم عقد اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية ما بين مصر والإمارات والأردن، ودي اللجنة الثانية، وكان يسبقها عقد اللجنة الأولى من شهرين تقريبا، تم عقدها في أبو ظبي، وبناء عليها تم توقيع الشراكة الصناعية ما بين الثلاث دول. وكنا اتفقنا ان احنا هذه الشراكه تتلخص في ان احنا هنستهدف مشروعات صناعيه تهم الثلاث دول، وهذه المشروعات يكون فيها نوع من التكامل، وان احنا نقدر نقيمها، بعض المشروعات يتم اقامتها في مصر والبعض الاخر في الامارات والبعض الاخر في الاردن، وده بناء على الفجوات والاحتياجات اللي احنا نكون موجودين فيها. ابتدينا ان احنا نشتغل على هذه القطاعات، واحنا بنشتغل تلقينا دعوة من البحرين لرغبتها في المشاركة في هذه الشراكة، فرحبنا طبعا، وخاصة ان دولة البحرين لديها يعني استراتيجية واضحة للصناعة، وخاصة ان هي لها يعني باع طويل في بعض الصناعات زي صناعات الألمونيوم ومتميزين فيها جدا. ابتدينا ان احنا نعمل اجتماعاتنا من خلال لجان تنفيذية فنية بتجتمع بشكل اسبوعي. ابتدينا نطرح المشروعات اللي احنا بنرغب في جذب استثمارات ليها سواء من الامارات او الاردن، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر نفس النمط بيتم من الجانب الاردني والجانب الاماراتي. نتج عن هذه الاجتماعات للجنة التنفيذية اللي كان بيتم عقدها بشكل اسبوعي، وصلنا ل 78 مشروع في مجالات او في قطاعات الأسمدة، في قطاع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وصناعة الأدوية. ابتدينا ان احنا نشتغل ما بينهم كنوع من الشراكة الصناعية بيننا وبين بعض. نتج عن ال 78 مشروع ابتدينا ان احنا نشتغل عليهم بشيء من التفصيل بدراسات الجدوى، بحيث ان احنا يعني نصل للمشروعات اللي فعلا يتم تنفيذها على ارض الواقع. بعد ما درسنا ال 78 مشروع وصلنا ل 26 مشروع حصل عليهم نوع من التقييم، بحيث ان احنا ندي العدد من المشروعات الاولويه اللي انا ابتدي بيها، فعلا وصلنا ل 12 مشروع. لما انتهينا من هذه الاعمال تم التنسيق لعقد اللجنه الثانيه العليا اللي احنا تشرفنا باستضافتها في القاهرة، تم عقدها صباح اليوم،
وشارك معانا معالي وزير التجارة والصناعة في الأردن، معالي وزير الصناعة في دولة الإمارات، وشرفنا بمعالي وزير الصناعة والتجارة البحريني. تم التوقيع من الجانب البحريني للشراكة، فأصبحنا 4 دول في هذه الشراكة الصناعية. وفي نفس الوقت من خلال هذه اللجنة تم استعراض ما تم الانتهاء إليه من 12 مشروع بتكلفة استثمارية في حدود 3.4 مليار دولار. وشرفنا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، مش مجرد أنه شهد التوقيع فقط، ولكن كان حريص على أنه يشوف ما توصلنا إليه. وعملنا شرح لكل مشروع تم الاتفاق عليه، وكان توجيهه ان احنا لابد من ان احنا نضع خطه زمنيه لتنفيذ هذه المشروعات. وهرجع بقى للي حضرتك قلتيه في الاول، ان احنا جميع العوائق والمحفزات لاقامه هذه المشروعات. والكلام ده مش موجود بس عندنا في مصر، ولكن هينطبق على الدول الشريكه معانا. احنا بالنسبه لنا هنا اهم حاجه ان احنا نخش على يعني هقول ايه، الاجراءات السريعه، الفاست تراك. مش عايزين يبقى فيه بيروقراطيه، لا في تخصيص الارض ولا في اتاحه التراخيص اللازمه والاجراءات اللازمه. واخدين توجيه ان احنا نسعى كلنا، وبحيث ان احنا نضع هذه المشروعات على التنفيذ الحقيقي. بالاضافه ان هذه المشروعات، عايز انوه لحاجه لها علاقه بما يتم استيراده سواء من خلالي او من خلال الاردن او من خلال الامارات والبحرين من الخارج. طبعا البحرين لسه منضمه لينا جديد، فلسه لم نتلقى المشروعات من طرفهم، لكن من اهم المعايير ان احنا يحصل عندنا الى حد ما تقليل في الفجوه الاستيراديه او تحقيق الاكتفاء الذاتي. ده ملخص لاعمال اللجنه العليا للشراكه الصناعيه. ده جهد كويس جدا معالي الوزيره. وخلينا نقول بس كمان عشان نكمل الرؤية دي، حضرتك كنت موجودة في الوفد المرافق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا وفرنسا وصربيا. يا ترى ما هي النتائج الاستثمارية أو الصناعية لهذه الرحلة اللي خرجت بيها مصر؟ أنا طبعا شرفت أني أنا أكون في الوفد المرافق لفخامة الرئيس في زيارته لكل من ألمانيا وصربيا. إحنا بالنسبة لألمانيا كان من أهم المحاور اللي احنا كنا حريصين عليها، ان احنا نعمل لقاء مع كبرى الشركات الصناعية اللي موجودة في ألمانيا. اللقاء كان بحضور فخامة الرئيس، وكان معانا نخبة من الوزراء المعنيين. كان معايا معالي وزير الكهرباء، معالي وزير البترول، معالي وزير التخطيط، معالي وزير النقل، وطبعا معالي وزير الخارجية. وكانت فرصة في لقائنا مع هذه الشركات التي تعدت أكثر من 20 شركة، حوار مفتوح ما بين توضيح المزايا والحوافز. أنا طبعاً بتكلم على الشق الصناعي وعلى مستجدات البيئة الاستثمارية والتشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والاستثمارات الألمانية بشكل خاص، والتنويه فيهم لاستراتيجية السيارات التي تم إطلاقها مؤخرا، والحوافز اللي موجودة بحيث ان احنا نجذب سلامتك يا فندم. لا ابدا اطول النهار كلام طبعا ربنا معاك. نجذب الاستثمارات بحيث ان احنا نستفيد بالتكنولوجيا الموجودة الألمانية، وفي نفس الوقت هم يستفيدوا بالمزايا والحوافز موجودة عندنا في الوقت الحالي لتوطين الصناعة. ده كان فيما يخص الجانب في ألمانيا، بالإضافة لبعض اللقاءات أنا قمت بيها مع بعض الغرفة العربية الألمانية، وهناك تنسيق وتعاون دائم ما بين هذه الغرفة والغرف التجارية، اتحاد الغرف التجارية عندنا. هل في ألمانيا تحديدا معالي الوزيرة تم توقيع أي اتفاقيات بالفعل؟ لا، احنا في ألمانيا ما وقعناش اتفاقيات، ولكن كانت الزيارة لعرض الوضع الاستثماري والمحفزات اللي موجودة في الوقت الحالي والتيسيرات اللي احنا بنشتغل عليها لجذب الاستثمارات بشكل عام. نعم. فاحنا في ألمانيا ما كانش فيه توقيع، ولكن في صربيا كان هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات
أهمهم أنا وقعت اتفاقيتين، اتفاقية خاصة بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة لتبادل الخبرات فيما يخص جودة المنتج، وده تعتبر من المعايير الهامة جدا في الإنتاج، إن أنا يبقى عندي دايما مواصفة معتمدة للمنتجات الموجودة عندي. والجانب الآخر تم توقيع برضو اتفاقية تعاون فيما يخص تبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين الجانب الصربي وهنا جهاز تنمية المشروعات. وفي نفس الوقت كان هناك منتدى أعمال ضم أكثر من أكبر 30 شركة مصرية في مجالات مختلفة، رجال الأعمال كانوا موجودين معانا. هذا المنتدى إحنا كان معانا 31 شركة تقريبا، وكان من الجانب الصربي تعدى 100 شركة كانوا موجودين في خلال اللقاء الذي تم بحضور فخامة الرئيس الصربي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى. وعقب افتتاح المنتدى حصل لقاءات ثنائية ما بين رجال الأعمال، ويعني أنا المؤشرات الأولية أن هناك بعض الاتفاقيات التجارية التي تمت، بالإضافة لرغبة أكثر من رجل أعمال صربي لإنشاء استثمارات في مصر. عظيم. وأنا يعني في سبيلنا للانتهاء من التاريخ النهائي إن شاء الله علشان نقدر نعرف مخرجات هذه الزيارة، ولكنها كانت من الزيارات الهامة جدا جدا. عظيم. وإحنا هنا هنعلن مخرجات الزيارة بعد ما ينتهي التقرير، لكن اسمحي لي معالي الوزيرة هرجع للنقطة الأولى اللجنة، لأن عندي استفسار صغير. حضرتك قلتي عندنا 12 مشروع تم الاستقرار عليهم حتى الآن، هل يا ترى ممكن حضرتك تقولي لنا ال 12 مشروع دول متوزعين على الثلاث دول وفق جملة الصناعات التكاملية، معناها أنها في الثلاث دول هتكون موجودة لحين انضمام البحرين ولا لأ؟ نصيب مصر منها ايه؟ فكره الفاست تراك هل معناه ان احنا هيتداخل معانا وزارات اخرى زي الاستثمار وغيرها في المراحل القادمه ولا لا؟ اولا المشروعات ال 12 مشروع حرصنا ان هم يكونوا في القطاعات ذات الاهميه للدول الثلاثه، وخاصه في الفتره الحاليه اللي هي طبعا احنا حريصين على توفير الامن الغذائي لبلادنا، فكان من اهم المشروعات ان احنا المشروعات الزراعيه والتصنيع الزراعي، وان احنا زياده مساحه الاراضي المنزرعه من السلع الاستراتيجيه. ده بالنسبه لنا طبعا في مصر احنا استحوذنا على مشروعين من هذه المشروعات لزراعه القمح وبعض السلع الاستراتيجيه اللي احنا لدينا احتياج في التوسع فيها، بالاضافه لمشروع يتم زراعته في الاردن. وعلى الجانب الآخر الأردن يستفيد مني من الخبرة اللي موجودة عندي، وخاصة في مجال زراعة البنجر وبعض الزراعات الأخرى. كان هناك مشروعات هامة جدا تتعلق بإنتاج الأسمدة، ودي برضو بيتم إقامتها على أرض مصر، وهيكون باستثمار إن شاء الله إماراتي. حرصنا يعني أنا خايفة أن أنا أعدد لك أسامي المشروعات أنسى مشروع، ولكن هم المشروعات احنا في مصر كنوع من التكامل، مش مجرد انا استحوذت على كم مشروع ولا الامارات ولا الاردن، لان في جميع الاحوال لو حتى المشروع تم اقامته عندنا في مصر ولكن هو بشراكه مشتركه سواء من الجانب الاماراتي او الجانب الاردني. صناعه الادويه من الصناعات المتميزه جدا، ان احنا حريصنا عندنا اكثر من 4 مشروعات هيتم اقامتهم ان شاء الله بشركات فعلا مصريه وباستثمارات سواء من الجانب الاردني او الجانب الاماراتي. حرصنا واحنا بنصيغ هذه المشروعات ان احنا بنستورد ايه من اللي احنا هننتجه ده، يعني وهيغطي فجوه قد ايه، وانا الطاقه الانتاجيه عندي بمعدل سنوي هيبقى شكلها ايه. هو ده كان المعيار في اختيار هذه المشروعات. فيما يخص بقى استفسار حضرتك ان احنا هيبقى فيه لينا علاقه بوزارات اخرى، وزاره الصناعه بشكل عام ليا تداخل مع معظم الوزارات. انا عشان اعمل صناعه ليا تداخل مع وزاره البترول، ليا تداخل مع وزاره الكهرباء، ليا تداخل مع الهيئه العامه للاستثمار، ليا تداخل مع وزاره الاستثمار، ليا مع وزاره البيئه، ليا مع الداخليه، فاحنا لينا تداخل مع جميع الوزارات. ليه التداخل ده؟
نتيجه ان احنا الاجراء اللي احنا بناخده بتعرض في اجزاء كثيره ليه علاقتنا بهذه الوزارات. الاجراء السريع او الفاست تراك مش معناه ان انا هتجاوز عن اي اجراء من هذه الاجراءات، ولكن معناه ان انا هبقى حاطه معدل زمني لاستخراج كل الموافقات. انا واخده توجيه يعني صريح من دوله الرئيس ان احنا نمشي في هذه الاجراءات لهذه المشروعات بسرعه، ان احنا ننجز هذه المشروعات وننتهز ان احنا في تمويل من صندوق ابو ظبي في الامارات لهذه المشروعات في حدود 10 مليار دولار. ده رائع، ده اخبار كويسه جدا. حضرتك اختصرت عليا سكه طويله بالحديث عن التداخل ما بين الوزارات ووزاره الصناعه. فعندما نتحدث على الصناعه البعض بيعتقد ان لو هناك اي مشكله تتحملها وزاره الصناعه. انا افهم هذا، لكن البعض قد يختلط عليه الامر. ولذلك هذا التداخل بيؤدي الى بعض التعطل او الازمات. في الفتره الاخيره التقيت بشباب مصري كان قادم من الرياض بيشتغلوا في المستلزمات بتاع مواد التحليل الطبي اللي بتروح للمعامل علشان تطلع النتائج. فبسألهم انت ليه فتحت في الرياض؟ فقال لي لان قعدت هنا اعمل محاولات وتهت في متاهات كتيرة جدا، اسعار الارض غالية، في جهات عديدة لازم اجيب موافقات. انا في الرياض خدت الارض بريال وبياخدوا من ريال واحد وبيدونا المكان واحنا بنقسمه، بياخدوا 20% ضرائب. احنا عندنا الضرائب متنوعة فبتعمل لنا ازمات. اخترت التصدير من دولة الامارات لان التصدير اسهل. قابلت شاب تاني قال لي وقعت كنت بعمل ازازة مية كانت معاه شفتها حلوة جدا، قال لي خدت الموافقات خلال اسبوع في الامارات وتعاقدت لان قعدت سنتين اشتغل في مصر على اني اخد تصريح في صعوبة. هذه الصعوبات بتيجي منين؟ في وقت كان معنا احد العاملين في مجال الصناعة هنا في البرنامج يا دكتورة، وقال لي ان 87% من اراضي المصانع في المناطق الصناعية تقريبا غير مستغلة. يعني عندنا ارض وعندنا فرص. ما هي حقيقة هذه المعلومة وكيف يمكن القضاء على كل المعوقات دي؟ تمام، هتطول بالك معايا؟ طبعا. تمام، طيب خلينا نتكلم قبل ما ادخل علشان اقول لك اللي هم وجدوا بعض الصعوبات لاقامه مشروعاتهم او ان هم استقرار تراخيصهم او ان هو ياخد بعض الموافقات. مش هقول لك ان الكلام ده بيقولوا مرسل، لا، هو ممكن الى حد كبير هو اكيد دول شباب ويتمنوا كان اقامه هذه المشروعات والتيسيرات يعملوها هنا بدل ما يروحوا لاي دوله في الخارج. نعم. قبل ما اتكلم عليهم هرجع او هبتدي من موضوع الاراضي. طيب. علشان هوصل للي حضرتك عايزه. اتفضلي يا فندم. موضوع الاراضي وان هناك كثير من الاراضي غير مستغله واللي بيعوز قطعه ارض صعب الحصول عليها او سعرها غالي. انا متفقه تماما او سعرها غالي. انا متفقه تماما مع اللي اتقال ده. نعم. وهقول لحضرتك انا منذ شرفت بتولي وزاره التجاره والصناعه من اول التكليفات اللي خدتها من فخامه الرئيس هو ان انا اعمل حصر لجميع الاراضي والمناطق الصناعيه على مستوى الجمهوريه ايا كانت نوع الولايه، لانك انت عارف انا في بعض القطع والاراضي الصناعيه ولايه التنميه الصناعيه التابعه لوزاره التجاره والصناعه، وهناك ولاية المجتمعات العمرانية وهي في المدن الجديدة، وفي ولاية طبعا هيئة العمل الاستثمار قطاع المنطقة الاقتصادية، وولاية وزارة التنمية المحلية اللي هي بتخضع لولاية المحافظات. ابتديت حضرتك في هذا الحصر والموضوع ما كانش سهل على الإطلاق طبعا، لأن أنا عشان أعمله لازم يبقى عندي قاعدة بيانات، وقاعدة البيانات دي ما كانتش متوفرة. فابتدينا ان احنا نشكل لجان متخصصة نزلت على جميع الاراضي في محافظات الجمهورية. لو سمحت لي اقول عدد اللجان، هما 49 لجنة نزلوا في وقت واحد لان احنا نعمل حصر لكل الاراضي والمناطق الصناعية. وبعد ما بعمل الحصر ايه اللي شغال منها، ايه المستخدم وايه اللي مش مستخدم. طلعت النسبة
نعم، وطلعت النسبة قد ايه؟ النسبة للأسف ما تجاوزتش 10% من الأراضي المخصصة، بس أنا بكلمك في أراضي مخصصة من سنة 77 مستغل، 10% مستغل وتقريبا 90% غير مستغل. غير مستغل، بس 90% أنا بكلمك برضه على أراضي، بكلم من مش بكلم من 10 سنين ولا من 15 سنة، أنا بكلم حضرتك أنا عمل مسح منذ عام 77، فابتدينا إن إحنا طيب المستغل خلاص أهو بيشتغل، طب اللي مش مستغل مش بيشتغل ليه؟ ابتدينا نشوف في ناس ابتدت تبني وفي ناس ماشيه في مراحل كويسه، ولكن كانت نظرا طبعا احنا عملنا المسح ده كنا في ظل ظروف كورونا كان العام الماضي، فابتدينا ان احنا في ناس ابتدت تشتغل ولكن نظرا لبعض الظروف ابتدت تتاخر شويه في انهاء اعمال، دول ابتدينا نديهم مهله ونتابعهم علشان ينتهوا من المباني المصانع وبالتالي الحصول على رخص التشغيل وان هم يبتدوا في الانتاج الفعلي. لكن الاغلبيه لقينا ان احنا في اراضي ولكن غير مستغله على الاطلاق، دول حضرتك اتخذ قرارات بالتنسيق مع جهات الولايه بسحب هذه الاراضي. ولو حضرتك تلاحظ ان احنا في فتره من الفترات ما كناش بنخصص اراضي انا كوزاره التجاره والصناعه، لان انا كنت في انتظار ما يسفر عنه هذا البحث بحيث ما يجي اخصص ارض انا اخصصها وفقا للمتطلبات الفعليه. من ضمن الحاجات الهامه اللي احنا قابلناها ودي كانت مؤشر في قرارات كثيره تم اتخاذها فيما بعد، ان احنا بعض القطع الصناعيه تم اتحتها بالمجان، وبرغم ان هي تم اتحتها بالمجان هي ما تمش اقامه المشروعات عليها. طب ليه؟ ايه المشكله؟ هي تم اتحتها بالمجان لانها مش كامله المرافق. ده خدنا لنقطة هامة جدا، ان احنا صدر قرار ان انا مفيش، اولا انا مش هأتيح حاجة بالمجان. تمام. وفي نفس الوقت لازم اتاحها تكون كاملة المرافق علشان تشتغل. عشان يعرف يجي يشتغل. صحيح. لان مفيش صاحب مشروع ايا كان ان هو يجي يبتدي يشتغل والمرافق ما تكونش موجودة. في نقطة هامة كمان جدا، ان احنا ابتدينا ان انا اشوف اللي انا بخصص له الارض، ودي هتاخدني اقول لكم لقرار تم اصداره في نهايه 2021، دوله رئيس مجلس الوزراء ما بيتابع معانا هذه المواضيع. انا كتنميه صناعيه او كوزاره التجاره والصناعه بخصص اراضي، وهناك جهات اخرى زي المجتمعات الامرانيه تخصص، والهيئه العامه للاستثمار، والمحليات. انا ممكن اتقدم ليه المستثمر يطلب قطعه ارض في محافظه من المحافظات انا ما كنتش متوفره موجوده عندي، ولكن موجوده في المجتمعات العمرانيه، موجوده في هيئه الاستثمار، موجوده في المحليات، مش مهمه هي موجوده فين، هو المهم يحصل على قطعه الارض اللي هو محتاجها لاقامه هذا المشروع. فتم اصدار لجنه قرار من دوله رئيس مجلس الوزراء، لجنه تضم فيها المجتمعات العمرانيه، برياسه التنميه الصناعيه، هيئه الاستثمار، والتنميه المحليه. هذه اللجنه بتتم عقدها بشكل مستمر كل اسبوع. مهم اللجنه ايه؟ مهم اللجنه ان هي بيتم التخصيص من خلال هذه اللجنه لكل الطلبات المقدمه. كل الطلبات المقدمه يتم دراستها، سواء بقى اللي موجود ده موجود الارض متاحه في التنميه الصناعيه، متاحه في هيئه الاستثمار. وفي نفس الوقت عشان ما كنتش بشتغل بهذا الشكل ده، كانت بدايه اللجنه دي ما كانتش مهمتها تخصيص فقط، ولكن تخصيص، وانا بخصص بناء عن دراسه جدوى للمشروع وجديه في معايير للتخصيص، بدي اولويه للمشروعات للتوسع، اللي عنده مشروع قائم وعايز يتوسع سواء جنبه او في منطقه اخرى انا باتاحها ليه. المشروعات اللي هي تكون ليها منتجات ذات قيمة مضافة بتقلل فاتورة وارداتي دي ليها أولوية، يعني في عدد من المعايير، مش مجرد بس إنها بتشتغل على التخصيص، ولكن في نقطة هامة جدا وتطرق ليها أستاذ خيري وهي التسعير. إن إحنا نتفق على آلية لتسعير الأراضي بحيث إنها يكون فيها نوع من التوافق بينها، كل الجهات بنتفق على آلية تسعير تكون مناسبة. ما ينفعش زي ما حضرتك بتقول إن الأرض تبقى غالية. في قرار صادر من دولة رئيس مجلس الوزراء إن إحنا تسعير يتم بقيمة المرافق فقط.
بمعنى ان كل الاراضي، بعتذر جدا مع الوزير، كل الاراضي اللي هيتم تخصيصها لاي من المشروعات وهتوافق عليها اللجنه دي هتكون اراضي مسلمه مرفقه بالكامل، يعني فيها كافه المرافق عشان ما يوقفش المشروع. بالظبط. وده هينطبق على 90% من الاراضي اللي قبل كده. الاهم هنا معالي الوزيره بتتكلم في جزئيه تقييم الارض اصبح للمرافق، قيمه بالزبط. المرافق هو ده التسعير بتاع الارض، مش كده معالي الوزيره؟ مش ثمن الارض، ثمن توصيل المرافق للاراضي بدون اي نسب حضرتك تتاخد، لا مصروفات اداريه ولا نسبه ارض، ما فيش. هي نسبه الترف... تكلفه المرافق هي هيكون المحدد في تسعير اللجنه دي. خصصت قد ايه بقى من 21 لغايه دلوقتي؟ هي في اخر 21 كانت في 10 21. نعم. خصصنا 87 قطعه ارض بمساحه 810 الف متر مربع. طب ودي داخل فيها مجموعه الاراضي اللي تم حصرها وفق اللجنه برضو اللي كانت موجوده واكتشفنا فيها جزء؟ فيها جزء. وهل هيتم ترفيق كل بقيه الاماكن اللي كانت مخصصه قبل كده معالي الوزيره؟ في، ما انا هتكلم بقى في موضوع الترفيق ده. أو طب تسمحي لي اقول حاجه قبل الترفيق عشان اخلص موضوع تخصيص طبعًا. الاراضي طبعا. تخصيص الاراضي برضو احنا راينا ان انا وانا بخصص الارض انتوا نوهتوا ان احنا في المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه. ايوه. احنا المشروعات الصغيره والمتوسطه انا دايما حتى بانصح اصحاب هذه المشروعات ان هو حتى لو عايز يقيم المشروع يشوف المصانع المجهزه او المجمعات الجاهزه اللي الدوله يعني عاملاها او شغلت عليها. احنا خلال الاربع سنوات الماضيه احنا بنين اكثر من 17 مجمع صناعي في مساحات محافظات مختلفه. ليه انا بقول كده يتوجه للحصول على مجمع منهم او على مصنع صغير منهم؟ لان هو عشان يدخل في مراحل استصدار الموافقات، الأشياء يبتدي يطلع رخصة البناء وبعدين يبتدي يبني علشان يصل لمرحلة ان هو يبقى عنده مصنع متكامل وهو في الأساس مصنع صغير على مساحة محدودة. هناك بديل له الدولة أقامت المجمعات الصناعية. المجمعات الصناعية موجودة انا الوقت الحالي عندي اكتر من 17 مجمع، منهم 13 مجمع تم انشاؤه على مدار العامين الماضيين بتيسيرات يعني فوق ما حد، يعني تيسيرات كثيره جدا، موجود في كل المحافظات وخاصه مش كل المحافظات، انا اسفه، موجود في 10 محافظات في الصعيد وثلاثه في الوجه البحري، مساحات مختلفه متوافق فيه كل الشروط. يعني اللي بيجي يحصل على اي وحده منهم متوافق فيه كل الشروط سواء الشروط البيئيه وشروط الدفاع المدني، بيحصل على الرخصه، النشاط متخصص ليه، تيسيرات في ان هو ياخدها بنظام التمليك، ياخدها بنظام الايجار، ايجار منتهي بالتملك، قيمه يعني لا تذكر. بس بتبقى في مشكله اللي هي حتى حق الانتفاع، التمويل هنا بتبقى في مشكله، البنوك ما بتديش تمويل لحق الانتفاع، بتقول اديني ملكيه الارض. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. احنا اللي انا بتكلم عليه ده متاح كمان في نظام ايجار مش حق انتفاع. وإيجار كنا عاملينه 5 سنوات وبعدين فتحنا علشان زي ما انت بتقول البنوك تقدر تموله، فتحنا من 5 سنوات ل10 سنوات قابلة للتجديد. لأن دلوقتي أي بنك يجي يمول صاحب مصنع يجي يقول له أنت عامل مشروعك فين؟ يقول له أنا عامله في الوحدة الفلانية. فين العقد اللي معاك؟ عقد إيجار 5 سنين. طب هو علشان يديله القرض مش هديه أقل من 5 سنين؟ طبعاً طبعاً. لو اي مصنع علشان يسترد حتى راس المال وعلشان يدور الخمس سنين دول تسخين يعني. لا عملناه حضرتك 10 سنين قابلين للتجديد، بس بشرط ان انا دايما اتاكد ان النشاط موجود ان هو بيشتغل والنشاط مستمر. حق الانتفاع دي اليه حضرتك احنا ما كانتش مطروحه في السابق، تم اقرارها مؤخرا، يعني ان احنا من ضمن التيسيرات او من ضمن العوامل اللي احنا بنعملها حتى لجذب الاستثمار الخارجي. كان اكتر من مستثمر هو لا عايز يتملك ولا عايز يأجر، هو عايز حق انتفاع يقيم فيه المشروع. وبالتالي احنا اتحنا من ضمن اليات تخصيص الاراضي حق الانتفاع. وفي لجنه مخصصه منبثقه من اللجنه اللي انا نوهت عليها وبتنتهي من تسعير او اليه تسعير حق الانتفاع، وزي ما انا نوهت تسعير المرافق
بحيث ان احنا هنعلن الكلام ده بحيث يبقى شيء معلن. انا مش هيبقى تسعير وانا هحطه عندي لا في الهيئه ولا في الوزاره، لا هو هيبقى معلن في كل الجهات، بحيث ان يبقى اي مستثمر عارف ان هو عايز ياخد ارض في المحافظه في المنطقه الصناعيه هو عارف تكلفتها كام وقيمتها كام. انا كل الكلام ده برضو بنشتغل على ان احنا ندمجه في خريطه استثماريه صناعيه موحده. بنشتغل طبعا الرقمنه احنا لا غنى عنها، وخاصه ان احنا كلنا نتجه ليها، فاحنا فعلا بنشتغل على ان يبقى في خريطه استثماريه واحنا شغالين عليها، وفي ابتدى ان احنا ناخد معطيات للمناطق الصناعيه اللي موجوده بغض النظر عن جهه الولايه، بحيث ان هي تكون موجوده بحيث ان احنا نيسر على المستثمر. اللي عايز يشتكيكم المستثمرين يا معالي الوزيره يروح لمين؟ يعني لو لو حضرتك بتسافري كتير ومشغوله جدا، انا بسال لو في حد ما عنده ازمه بيجهز مصنع بقاله 3 سنين مش عارف ينهي اوراقه، المصانع المغلقه يعني. انا اسف يا كريمه، اتفضلي هديكي فرصه تختمي مع سياده الوزيره، انا عارف انك تعبانه طول اليوم، بس لا هو سؤالي هو حضرتك فلسفتك إحياء المصانع القديمة أم إنشاء مصانع جديدة؟ طب يا ترى المصانع المغلقة عندنا بقوا قد إيه؟ هل زادوا مع الأزمات الاقتصادية اللي في العالم دي، ولا قالوا نجحنا في إننا نعيد إحيائهم مرة أخرى؟ في المقابل إحنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة أنشأنا مصانع قد إيه في ظل إن إحنا مبطئين الاستيراد جدا وبنحاول نشتغل ونوفر العملة الصعبة؟ بس خلاص مش هسأل تاني. أرد؟ خلاص. طيب أنا هقول لحضرتك. بتقولي إحنا الفترة الأخيرة أنشأنا مصانع قديمة. لو أنا هتكلم أنت إنشاء المصانع اللي المفروض اللي بيقوم بيه أصحاب المشروعات من القطاع الخاص. نعم. لو أنا كلمت إحنا كوزارة التجارة والصناعة أنشأت إيه؟ نوهت الـ 13 مجمع. 13 مجمع دول يحتووا 17. على 4300 ما 17 في جزء منهم. انا بتكلم على الاربع سنين اللي هم السنتين 10 و3 صحيح. طيب بالظبط كده، دول بيحتووا على 4311 او 13 مش متذكره بالظبط مصنع، بتتراوح المساحات. عندي مجمع مساحته تعتبر لمشروعات متناهيه الصغر اللي هو في الغربيه مساحته 48 متر، ولكن عندي مساحات بتصل ل 800 متر الوحدة، ومتاح ان انا صاحب اي مشروع كان بأتاح له في الاول ان هو ياخد اربع وحدات طالما في جدول مشروع، وبعدين الاربعة زدناهم لثمان مشروعات لثمان وحدات، يعني لو عايز 800 متر في 8 ومشروع والمصنع بتاعه يتحمل بنتيحهم ليه. ومؤخرا تمت الموافقة عندي من مجلس الوزراء ان انا طالما اي صاحب مشروع الجدوى تتيح له ان هو يتم تخصيص له اكتر من وحده بدون حد اقصى طالما بتشجع الصناعه. ده فيما يخص لو انت بتقول انتوا انشاتوا جديد قد ايه. طيب انا انشات جديد ولا عايزه احيي القديم؟ اكيد انا يهمني او المغلق، مش عايزه اقول القديم، المغلق اكيد انا من مكاني ده ما احبش يبقى عندي اي مصنع مغلق ولا ورشة حتى اللي هي على المجال الصغير، وأكيد هكون حريصة إن ما يبقاش في مصنع، لأن المصنع اللي بيكون بيشتغل بغض النظر إن هو بينتج هو بيوفر فرص عمل، وده يعني حاجة مهمة جدا جدا جدا، وضمان استقرار اجتماعي واقتصادي إن أنا أوفر فرص عمل وفرص عمل لائقة. فأكيد إحنا حريصين إن أنا المصانع المغلقة إن إحنا نشتغل عليها. لكن أنا هكلمك بصراحة، أنا ابتديت أشتغل في هذا المحور وتزامن إن بداية الحصر اللي كنت بشتغل فيه وكنت بنطق في هذا الموضوع مع الزملاء في البنك المركزي إن إحنا ابتدينا نشتغل فيه وحصل ظروف كورونا. بشتغل ليه مع الزملاء في البنك المركزي؟ لأن أنا لازم أبقى عارفة هو متعسر ليه، هل هو متعسر نتيجة سياسات في إدارته هو عنده نقص في الخبرة الإنتاجية، هل هو ما عندوش السوق الكافي، هل هو مش عارف يسوق، وعلى الجانب الآخر هو حصل على تمويل وتعثر فيه وبالتالي الأمور كلها بالنسبة له ما بقتش في المسار اللي هو كان رسمه. فإحنا كنا لازم يحصل نوع من التفرقة
او من ان احنا افصل. هو سبب التعثر ايه؟ نقص خبره، عدم وجود سوق مناسب، ولا هو حصل على تمويل، او جميع الامور كلها مع بعض. يعني ممكن يبقى عنده الشقين فوصل بيه لمرحله التعثر. احنا ابتدينا نشتغل في هذا الحصر وعملنا انجاز في بعض المحافظات، ولكن انا بكلمك بمنتهى الامانه، نظرا لظروف كورونا ما قدرناش ان احنا ننتهي من المصانع دي بشكل متكامل. ولكن احنا في الوقت الحالي في المناطق الصناعيه حريصه جدا، المناطق الصناعيه دي ولايه التجاره والصناعه حريصه ان احنا اي مصنع يكون لديه مشاكل او تم اغلاقه بيتم بحثها بشيء من التفصيل، اسباب تعثره، وهل من في امكانيه، لان على فكره مش كل التعثر بيكون مالي، ومش كل التعثر طبعا بيكون نتيجه. احيان كثيره جدا بيكون التعثر هو منتج كويس لكن هو ما عندوش الخبره الكافيه يجد السوق المناسب للعرض. وفخامه الرئيس قال بدل ما تحبسوهم قوموهم. احنا بنحبسه والله. والله انا مش حضرتك. لا لا احنا بس انا عايز اقول لحضرتك السياسات الماليه احيانا يا معالي الوزيره بتؤثر على الجرس الصناعي. القرارات اللي تمت في الاستيراد في مصانع قللت انتاجها جدا غير اللي وقفت. فايوه البلد بتمر بظروف علينا ان نتحمل جميعا ونقف معاها، ولكن كمان لابد ان نراعي هذه النظره واحنا بنتعامل مع رجال الصناعه. انا متفقه مع اللي حضرتك بتقوله، بس انا عايزه اقول لك حاجه. انا ما قللتش الاستيراد فيما يخص مستلزمات الانتاج، حريصه ان مستلزمات الانتاج حتى اما تم تطبيق اليه فتح الاعتمادات المستنديه، احنا وعرضنا الموقف، احنا جربنا ان احنا هذا المسار تقريبا لمده 3 شهور، ولما حسينا ان في كثير من المشاكل لاصحاب المصانع في توفير مستلزمات الانتاج والمواد الخام، كان توجيه فخامة الرئيس ان احنا نستثني مستلزمات الانتاج من الاعتمادات المستندية، وفعلا تم استثناءها، وهي بنشتغل فيها بآلية مستندات التحصيل. ولكن لو انا زي ما حضرتك نوهت، لو في تقليل الاستيراد، هو تقليل الاستيراد متجه اكتر للسلع تمت الصنع، واللي هي تتميز انها ممكن تكون كمالية وليست اساسية، وده نظرا للظروف. يعني احنا مش ظروف موجوده فيها مصر بس، ده ظروف العالم كله يعاني منها طبعا. ولكن انا برضه هقول حضرتك حاجه، زي ما انت كنت بتنوه ان حضرتك تقولي انت كنت في سفر، مفيش دوله الحمد لله ودول خارجيه ودول اوروبيه، وكنا بيبقى لينا لقاءات مع الوزراء المناظرين ليا، الا ما الحمد لله ارجع اقول يعني الحمد لله على النعمه اللي احنا موجودين فيها في مصر. الحمد لله من توافر كل المستلزمات الموجوده عندنا، من حاله الاستقرار اللي موجوده الحمد لله، استقرار اجتماعي واستقرار اقتصادي، على الرغم من الازمه اللي موجوده، لان كثير من الدول اللي انا كنت مثلا باشرف ببعض اللقاءات فيها نتيجه مهام عمل، لا كلهم كانوا بيعانوا. فاحنا يكفينا ان احنا السلع الاستراتيجيه الحمد لله مؤمنه، الحمد مش لله. مؤمنه لشهر اثنين ولا ثلاثه، ده تقريبا 6-7 شهور، وده شيء مش موجود في كثير من الدول اللي احنا بيطلق عليها الدول المتقدمه. طبعا مواجهه الازمات كمان هيكون باب اساسي فيها كالعاده هو الصناعه والاستثمار. معالي الوزيره اخذنا من وقتك، عندنا اسئله وما زال عندنا اسئله كتير، بما ان وزاره التجاره والصناعه دايما في وش المدفع، فاحنا يعني بعد اذن حضرتك من وقت للتاني كل الاسئله اللي هتوصلنا هنطرحها، ويبقى لبينا لقاء مفتوح كده بمنتهى الصراحة زي ما حضرتك معانا دلوقتي. بنشكرك جدا. بشكرك جدا يا معالي الوزيرة على وقتك، وعلى أنا عارف أنك طول اليوم في اجتماعات، بس معلش احنا كنا محتاجين هذه الإطلالة على الناس عشان نطمن المستثمرين والشباب اللي بيحلم أن يكون عنده مشروع وشغله. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. العافية يا فندم، متشكرة ليكوا جدا وسعدت بيكوا وشرفت. الشرف لينا. شكرا. الشرف لينا معالي الوزيرة. طيب شكرا طبعا لمعالي الوزيرة، ودي المعلومات اللي كانت عندنا في هذا الملف. قصصنا الإخبارية ما زالت مستمرة معاكم، بعد الفاصل هنرجع ونكمل معاكم قصصنا هنا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يوم السبت اللي فات عرضنا تقرير عن منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه في بني مر بأسيوط،
وكان أحفاد ورثة الزعيم وأسرة الزعيم بتشتكي من سوء منظر البيت، ونحن هنا استأنى بشدة من أن يكون منزل وطأة قدم الزعيم أو عاش فيه أو قاعد فيه أن يكون بهذا الشكل، لأن هذا ملمح معماري، ملمح أثري مهم، ملمح تاريخي في جزء من تاريخ مصر. وناشدنا وزارة الثقافة وحياة كريمة الرئاسية المبادرة الكريمة، وكانت التلبية سريعة جدا من حياة كريمة اللي شافت إن دورها بس مش هو للفقراء ولا للبسطاء، ولكن في بعد ثقافي وحضاري هي حريصة عليه طول الوقت، من ضمن هذا البعد هو الحفاظ على الرموز التاريخية. ولكن فوجئنا بتصريحات النهاردة للمهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل بيشكر فيه حياة كريمة على مبادرتها، لكن بيعتذر عن قبولها. ليه؟ باعتبار ان مشروع حياة كريمة مخصص للبسطاء وإقامة مشروعات التطوير اللي بيشمل 60 مليون مصري، قال ان تطوير المنزل والاحتفاظ به كتراث دي مسؤولية وزارة الثقافة، وزارة الثقافة نفسها اللي سبق وأنشأت قصر للثقافة باسم الزعيم عبد الناصر في بني مر، والوزيرة إيناس عبد الدايم الدكتورة إيناس هي اللي افتتحته. وجهة نظر المهندس عبد الحكيم تستحق الاحترام، ولكن علينا أن نستمع منه ونناقشه. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا أهلا أستاذ خالد. إزاي حضرتك؟ أولا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ثورة 23. وحضرتك بخير. طيب كل سنة وحضرتك بخير. طيب ربنا يخليك، انتوا جزء من وجدان وتاريخ هذه الأمة، فإحنا بنهنئكم جميعا بي. بنهني مصر كلها باشمهندس. دي مش خاصة، دي خاصة بمصر والعالم. صحيح. العربي طبعا وأفريقيا وكل مكان، من كان قائد لي، من كان قائد لي وكان ملهم لي ما حدث في مصر في هذا التاريخ العظيم. لكن اسمح لنا باشمهندس عبد الحكيم، احنا عايزين ناخد حضرتك للتصريح اللي خرج النهارده، وعايزين نفهم من حضرتك اكتر، اذا كانت حياه كريمه لما اعلنت وتدخلت وقالت انها بترغب في تطوير وترميم المنزل، قالت ان من ضمن مهامها انها ستقوم بذلك بالتعاون مع وزاره الثقافه، وان اي قريه هي بتدخلها بتراعي فيها البعد الثقافي والحضاري اللي موجود فيها، وبتعمل على تطويره ايضا مع الجهات المعنيه. ممكن نفهم ليه حضرتك اعترضت على ده؟ ايه المانع؟ لا انا المانع مش طبعا مش مانع، انا طبعا بشكرهم جدا على المبادره وبشكر القائمين بيها على المبادره، بس حياه كريمه دي حياه كريمه، احنا المفروض نقسم رغيف العيش مع حياه كريمه. يعني حياه كريمه دي مشروع اخيرا بعد اكتر من 40 سنه من وفاة، يعني من وفاة جمال عبد الناصر، يعني من اول من نص السبع، يعني من فتره كبيره لقينا الدولة تاني رجعت البوصلة تاني، اتجهت ناحية الرجل البسيط، وابتدت فعلا كل المشاريع بقت قائمة تاني للمئة مليون مصري، مش لفئة بسيطة من الشعب زي ده اللي شفناه في آخر الكام سنة اللي كانت قبل ثورة 2011. فإحنا النهاردة ما اقدرش انا النهارده الاقي دي، اولا البيت ده استلمته وزاره الثقافه من مده كبيره، من اكتر من 15 سنه. نعم. وحتى اليوفط اللي عليه والحاجات دي بتعملها وزاره الثقافه على فكره. يعني البيت في عوده وزاره الثقافه يا باشمهندس؟ في عوده وزاره الثقافه، انا تاكدت النهارده في عوده وزاره الثقافه، لان كان نفس الموضوع، كان في البيت اللي اتولد فيه الرئيس عبد الناصر في اسكندريه، كانوا برضو استلموه من مده كبيره، برضو من اكتر من 15 سنه او اكتر من 20 سنه، واهمل اهمال فظيع جدا لغايه بقى في بعد 2013 وبقى يعني بالاخص في عهد الرئيس السيسي، وكان وقتها بقى كان وزير الثقافه الدكتور حلمي النمنم. نعم. وطوروه عملوه اللي هو في بكوش ده اللي اتولد فيه. نعم. وطوروه يعني حاجه جميله جدا، وعملوه مكتبه باسم جمال عبد الناصر، وحتى رحت انا حضرت الافتتاح بتاعه، ده كان برضو نعم. من حوالي ست سنين. فده يمكن سقط من، فانا يعني انا طبعا
يعني حياة كريمة. يعني احنا مش عايزين احنا المفروض انت مش عايز تحملها اعباء زيادة. ايوه لا بس احمل يعني انا بصراحة اول حاجة ده مفروض ده شغلانة وزارة الثقافة. يعني اي قرش هتصرفه حياة كريمة لا تصرفه في اسرة محتاجة في هتطور ناس. طب هل تواصلت وزارة الثقافة مع حضرتك باشمهندس عبد الحكيم بعد التصريح بتاع النهارده؟ هل تواصل اي حد ينتمي لوزارة الثقافة مع حضرتك؟ لا لا تاني ما يلحقوش لان الدكتورة ايناس يعني لا انا هتواصل معاها دايم ومتهيألي ما يلحقوش يعني يكونوا تواصل. طيب يعني خليني اطرح على حضرتك بس قد يكون هذا القرار فيه حرمان لحياة كريمة كمؤسسة بيرعاها السيد الرئيس شخصيا، انها بتقول انا بدخل اي بلد اي قرية وانا بجددها وبأنشئ فيها حاجات لازم احافظ على الاجزاء التاريخية، وهنا وزارة الثقافة متعاونة مع حياة كريمة. خلاص هو البيت في عهدة وزارة الثقافة يعني تمام. هو مش في حيازتنا. أيوة. أنا عارف. هو في حيازة وزارة الثقافة من زمان. طب إيه رأيك يا باشمهندس؟ إنما النهاردة لما تيجي كده ألاقي حياة كريمة طيب لا أنا بصراحة ده أنا بالعكس ده أنا يعني ده أنا إحنا مقدرين البعد الإنساني ده والرؤية الجميلة دي، وخلينا نستفيد. احنا معنا المهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ربما يحل لنا الاختلاف وجهتي النظر. انا ده يعني انا ده اللي بقوله ان اسرة اي اسرة حق يعني. ووزارة الثقافة ده اذا كان عندها كانت نسيته تترجعه تاني في برنامجها او يعني اهو احنا بنفكرهم تاني دلوقتي يا باشمهندس مع المهندس محمد ابو سعده وحضرتك معانا. باشمهندس محمد اهلا بحضرتك معانا في حديث القاهره. اهلا بحضرتك يا استاذه كريمه. اهلا بحضرتك. يعني بما اننا بنتكلم عن منزل الزعيم جمال عبد الناصر، يا ترى ايه ممكن يتم في منزل الزعيم جمال عبد الناصر اللي هو في حوزه وزاره الثقافه بالفعل؟ مساء الخير يا باشمهندس. من عمل تطوير تحت قيادتكم؟ احنا طبعا انا عايز اقول ان احنا فيما يتعلق باي مكان عاش فيه اي قامه او قيمه كان لها دور وطني في الدوله احنا بنعمل على احيائه. ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا لما اطلقنا مشروع عاشه هنا كان اطلقناه من خلال برنامج مع حضراتكم. صحيح. من حوالي 3 سنين. صحيح. وكان من ضمن الاماكن اللي وضعنا فيها عاشه هنا كانت بيت الزعيم جمال عبد الناصر. نعم. واحنا يمكن تتبعنا البيوت يعني اول بيت في منشية البكري وزارة الثقافة هي اللي اعادته مرة تانية وبقى متحف من اهم المتاحف. صحيح. مزار من المزارات الهامة جدا في القاهرة. والبيت زي ما قال المهندس عبد الحكيم البيت اللي في اسكندرية اللي في باكوس برضو وزارة الثقافة هي اللي طورته وهي اللي عملته مكتبة وفيها كل ما كتب عن الزعيم جمال عبد الناصر. عظيم. احنا طبعا الصور اللي انا شاهدتها النهارده احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري احنا حريصين تماما. اولا حياه كريمه هي بتسعى لجوده الحياه. نعم. جوده الحياه في المدن وفي القرى، وبالتالي احنا بنتعاون معهم في المحيط العمراني مش فقط دخول الخدمات ولكن جوده الحياه. احنا بنوضع لمساتنا في اي مشروع بيتم من خلال حياه كريمه احنا بنتعاون معهم في شكل القريه في شكل العمران في الوانها في الفراغات المحيطة. يعني أنا لما ببص للمنزل اللي أنا شايفه حاليا طبعا المحيط اللي حواليه والوصول إليه يحتاج رؤية ويحتاج تدخل، وده إحنا اللي إحنا يعني هنعهد على طول من خلالنا كجهاز إن إحنا نتعاون مع المحافظة ومع الحياة الكريمة. لأن أنا بقول إن حياة كريمة مشكورين هم بيعيدوا لما يعاد البيت ده بالتعاون معانا وإحنا نوضع له الحلول الفنية والهندسية لإعادة استخدامه وإعادة توظيفه هيعيد لجودة حياة القرية كلها. طب هل هذا مقبول يا باشمهندس المهندس عبد الحكيم؟ فندم ده كلام جميل؟ لا كلام ما هو ده يعني دي نفس الجهة اللي هي وزارة الثقافة اللي هم فعلا حولوا بيت منشية البكر النهارده من يعني واتعمل متحف على أعلى تقنية وعلى أعلى حرفية وحقيقي شال حاجة جميلة والرئيس عبد الفتاح السيسي جه افتتحه في ذكرى الوالد في 2016. نعم. وكان يعني يوم
جميل يعني. احنا بالنسبه لاسره عبد الناصر يعني من الايام المحفوره في ذاكرتنا كلها يعني طبعا. في اليوم ده وان شاء الله كمان يلحق بيه ليه بقى البيت الاخير. أصل المتحف ده احنا سبناه من بعد وفاه الوالده سنه 90 البيت ده يعني، وكان القانون طالع انه يفضل في حيازتنا لغايه ما اخر واحد فينا يتوفاه طول العمر ليكم وبعدين يبقى متحف. فبعد وفاه الوالده احنا قلنا احنا كل واحد فينا عايش في بيته، وليه تستنوا لما نموت وتعملوه متحف؟ على الاقل اعملوه متحف واحنا متعارفين شكله يعني اهو احنا عارضين من الكلام ده من كان سنه 90 وقعد الموضوع ده مهمل 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 يعني بعد ما سلمناه لغايه 2009 اهو بقى شكله تحفه اهو ورائع. احنا شايفين احنا كده متفقين وكده. وبعدين طبعا قامت وسافروا وابتدوا خدوا قرار يعني. هو طبعا يعني احب اقول برضو حقيقه ان قرار قلبه متحف ده كان يعني كان برضو العمل فيه كان يرجع الفضل فيه للرئيس القذافي الله يرحمه. نعم. كان جه زياره لمصر في 2009 وطلب يشوف البيت وشاف حالته يعني قايله فغضب واتخانق وقتها وقال هو كان مرتبط جدا عاطفيا بالزعيم الراحل. ايوه. وبعديها مفيش بشهر وقال انا مش جاي تاني لو ما بتاع يعني بعديها بشهر خدوا قرار الرئيس مبارك خد قرار بقلب المتحف ونقله لوزاره الثقافه ان هو كان تبع رئاسه الجمهوريه. لا هي وزاره الثقافه مره اخرى. وبعدين قامت بقى الثوره والعمليه لغايه لما جه الرئيس السيسي. الرئيس السيسي بقى هو اللي ادى التعليمات بقى يعني بنشوف هو الانجاز العبقري بقى اللي حصل ده وحصل يعني على اعلى مستوى وعلى اعلى هو يليق بالاسم فعلا. بالاسم يا باشمهندس واحنا طبعا علشان عارفين قيمه الاسم وقيمه الاثر اللي بينتمي لهذا الاسم اللي هو جزء اساسي زي ما اتكلمنا واكدنا ودايما من تاريخنا كمصر وتاريخ كل عربي واثر حتى في الثورات العالميه. احنا بنشكرك جدا طبعا لوجودك معانا المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وطبعا الاستجابه السريعه والتوضيحات اللي قدمها لنا المهندس محمد ابو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري وبجد اللي بيقوم بيه جهاز من تطوير من أروع ما يكون وأبدع ما يكون يعني وضع كل شيء في مكانه وخانته الحقيقية وقيمته الحقيقية بالنسبة للتراث وتاريخ مصر. ده شيء مهم. لابد أيضا أن نشير إلى سرعة حياة كريمة في الاستجابة الشديدة وفي هذا البعد وهذه الرؤية ومش المرة الأولى الرؤية الثقافية والحضارية مرتين في أيام قليلة جدا. صحيح. لأن هم يقدروا الأشياء يبقى تحية لحياة كريمة طبعا. ونتمنى بنتابع مع المهندس محمد أبو سعد إن شاء الله ووزارة الثقافة ونروح نصور ونحتفل هناك. طيب القصة القادمة مؤلمة جدا يعني مؤلمة وتابعناها وحتى الآن عندنا يعني شيء مش قادرين نتخلص منه ان ازاي ولادنا الشباب اللي زي الورد دول في غمضة عين اتقطعت اخبارهم ونعرف بعد كده ان هم فقدوا حياتهم في حادثة في عرض البحر او عرض المحيط. القبطان سامح سيد والبحار محمد جمال الاسمين دول كانوا من ضمن فريق خرج من اليابان علشان يشتغل على متن سفينة تجارية. صاحب السفينة دي سوري الجنسية. رحلتهم كانت لكوريا الجنوبية بعد كده الصين بعد كده سريلانكا بعد كده كانت هتتجه في طريقها إلى ليبيا مرورا بقناة السويس. السفينة كانت وفق ما الكلام اللي احنا سمعينه متداول إنها كانت متهالكة وتحتاج للصيانة وهو ده كان السبب في تعرضها للغرق. وفق ما كان معلن في تسجيل صوتي لأبطان السفينة قال إن السفينة ما كانتش متهالكة ولا حاجة الأحوال الجوية هي اللي عملت كده ما كانتش في تهالك في السفينة وإن القبطان أمر بإخلاءها لما شاف إن حصل في مشكلة. قبطان السفينة قال إنه نزل لقارب النجاة في المحيط وكان معاه 4 مصريين من ضمنهم القبطان سامح سيد والبحار محمد جمال وثلاثة سوريين. قال إن القبطان سامح سيد اختل توازنه وقع في المحيط والبحار محمد جمال حاول انه ينقذه لكن هو كمان وقع وما تمش انقاذهم هما الاثنين فقدناهم. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهاليهم لان احنا متخيلين حجم الالم والوجع في ام نفسها بس ان حتى جثه ابنها
ترجع تملي عينها منها زي ما شفنا التصاريح، تألمنا من التصاريح. السيدة وزيرة الهجرة قالت إنها تواصلت مع عدد من الجهات المعنية أول ما عرفت الخبر علشان تعرف إيه آخر المستجدات، لكن الحقيقة إن مركز التنسيق الإنقاذ الصومالي بيقول إنه لسه بيبحث عن جثثه وفق آخر ما نشر. لكن يا ترى في أخبار جديدة ولا لأ؟ هل يا ترى وصل للأهالي أي أخبار جديدة؟ حد تواصل معاهم؟ خلينا نفهم منهم هم ونعزيهم إحنا كحديث القاهرة، ونقول لهم قلبنا معاكم. معانا على زوم سماح السيد شقيقة الأبطان سماح السيد، ومعانا كمان ريهام مجدي زوجة البحار محمد جمال. أهلا بحضراتكم معانا في حديث القاهرة، قلوبنا معاكم والبقاء والدوام لله. بقاء لله. أهلا وسهلا بيكم سماح، بنقدم تعازينا وبنقول قلوبنا معاكم، وعايزين نطمن هل في تواصل بيتم معاكم؟ سامح لسه ما ماتش ان شاء الله. يا رب يا رب يعود لنا سالما ويبقى في امل انه يرجع لنا تاني. هل عندكم اي معلومات جديده؟ هل بيتم التواصل معكم؟ هل وزاره الهجره حد فيها بيكلمكم؟ لا يا فندم. يعني كل المناشدات والحاجات اللي طلعتوا فيها والكلام اللي اتذاع، ولا اي حد تواصل معاكم لا من ناحيه السفينه ولا السفير بتاعنا في الصومال ولا وزاره الهجره؟ مفيش اي حد؟ لا يا فندم ما حدش تواصل معانا خالص. طب انتوا بتستمدوا معلوماتكم منين؟ بتتابعوا مع مين؟ مع نقابه البحاره المصريه. اخر كلام قالوه لكم؟ اخر كلام قالوه لكم ايه؟ فاتحين تحقيقات وبيدوروا في الصومال. بيدوروا؟ مفيش. فاتحين تحقيقات مع مين؟ يعني مين الجهات اللي بيحققوا معاها او متواصلين معاها؟ معلش يا سماح انا عايزه افهم منك علشان احنا كمان قلبنا يطمن، وباذن الله يبقى عندنا امل ان سامح يرجع تاني على خير. اي تفاصيل باي حاجه؟ احنا تواصلنا معاهم وهم بلغونا ان هم فاتحين تحقيق بالحادث نفسه. مع مين بيحققوا؟ مع مين يعني؟ ابطال السفينه، صاحب السفينه السوري، بيحققوا مع مين؟ صاحب السفينه. وصاحب السفينه انتوا كنتوا قلتوا ان هو هرب ومحدش لقيه. قبطان اللي كان معاهم ده نزل في المالديف، ده قبطان تاني سوري ركب من المالديف معاهم، لان القبطان المصري رفض ان هو يقود السفينه وهي بالوضع ده. طيب ده واحد تاني. طب هل هم حققوا مع القبطان المصري اللي ترك السفينه وقال ان السفينه كانت حالتها لا تصلح للابحار وابحرت على مسؤوليه القبطان التاني؟ هو فين؟ لا يا فندم مش موجود. يعني حتى البحار حتى بقت في كينيا مش عارفين نتواصل معاهم. اخر تواصل بينكم يا سماح مع القبطان سامح كان امتى قبل هذا الاختفاء؟ يوم 5/7. ويوم 5/7 اخر تواصل اللي هو كان ايه يا سماح؟ اللي هو كان بيقول لك ان حاله السفينه صعبه وادعي لي. سيئه جدا، قال ان حاله السفينه سيئه جدا جدا. قال إن وقال ان صاحب السفينه سابهم في المالديف وقال ان هو هيجيب حد يصلحها. اول ما وصل على السنغافيه رجع قال لهم لا انتوا تجوني على السويس، السفينه لازم تجي لي على السويس. ومين اللي اخذ قرار الابحار؟ القبطان السوري؟ القبطان السوري. طب التسجيل الصوتي اللي احنا سمعناه للقبطان السوري يا سماح، معلش ده تسجيل حقيقي اللي هو بيقول فيه ان السفينه ما كانش فيها مشكله وده بس كذاب؟ لا يا فندم كذاب. نعم. لا يا فندم سامح منزل فيديوهات كتير جدا للسفينة، السفينة كانت متهالكة. لا يا فندم. والأبطان ده طلع معلش طلع التسجيل الصوتي ده منين طالما هو اختفى؟ ولا بعته لمين؟ بعته للإعلام ولا تواصل معاكم بيه يا سماح؟ القبطان وصاحب السفينة ما بيتواصلوش معانا نهائي، ما بيردوش علينا من اول ما سمعنا الخبر، لان احنا سمعنا الخبر من اصحابه، واحد من اصحابه هو اللي بلغنا الخبر. اتصلنا بصاحب السفينه ما بيردش، اتصلنا بالقبطان ما بيردش، بنحاول نتواصل مع العشرة الباقيين ما بيردوش. ولد بس اسمه شوقي هو اللي كلم حد من اصحابه وقال يا جماعه حاولوا تقدروا موقفنا، انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، واختفى. والعشرة اللي كانوا معاه اختفوا. وكان فيهم ناس مصريين يا سماح؟ ايوه.
ومحدش فيهم راجع لأهله؟ محدش فيهم راجع؟ فاضل اللي راحوا وصلوا الفندق، وصلوا الفندق في كينيا، وبعدها هو غادر الفندق وراح عمل محضر ان في مصريين اتهجموا عليه، قال ان في 45 واحد مصري اتهجم عليه وسابوا الفندق اللي هم كانوا فيه وراحوا فندق تاني خالص واختفت كل اخبارهم. اللي هو مين اللي عمل محضر؟ الابطال؟ القبطان، القبطان السوري اللي كان معاه الكرو. واختفوا. طيب. كله اتخطفوا ما كمان. أستاذة سماح أنا بشكرك جدا، خلينا نكمل الرؤية مع الأستاذة ريهام مجدي زوجة البحار محمد جمال. أهلا وسهلا بيكي مدام ريهام. بقاء والدوام لله، قلوبنا معاكم. لا مفيش بقاء لسه، ما هو لسه والله إن شاء الله في أمل. صحيح مدام ريهام، هل لديك أي معلومات عن البحار محمد جمال؟ ربنا يرده سالما إن شاء الله إذا كان بخير وموجود في مكان ما، هل لديكم أي معلومات؟ أنا ما فيش أي معلومات عنه خالص، ما أعرفش أي معلومة خالص من آخر مرة تكلمني فيها. واللي هي كانت إمتى؟ كانت يوم 5/7، اللي هو نفس اليوم اللي اتكلم فيه سامح مع أخته. طب آخر حاجة قالها لك إيه؟ قال لي المركب بايظة والمركب مخرومة، وادعي لي ان ربنا يرجعني بالسلامة في قناة السويس. دي كانت اخر مكالمة بينكم؟ اه. بعد ذلك مين اتصل بيكي من بعدها لغاية دلوقتي؟ هو صاحبه اتصل بمامة محمد. لا، صاحبه واحد تاني اسمه عمرو، يعني شوقي، اللي كلمه واتصل بمامته وقال لها تبلي ابنك استشهد. يعني لا، ابنك استشهد، اعتبري ابنك استشهد. طب في اي تواصل حصل معاك وانتوا مع اي حد من، يعني انتوا كمان اتكلمتوا مع نقابه البحاره ولا مين اللي بتتواصلوا معاه؟ لا، انا امبارح قدمت طلب في وزاره الخارجيه على ان انا ادور على جثمان محمد، يعني امبارح ما قدمت طلب وما بس ما فيش اي حد اتصل معايا تاني. وزارة الهجرة مفيش حد تحدث معكم خالص؟ مفيش أي حد كلمني خالص، ولا أي حد خالص كلمني. طيب أحوال، أنتوا عندكم أولاد؟ سامع حضرتك؟ عندكم أولاد؟ أه، عندي بنتي 7 سنين. وأخبارها إيه؟ هي مش فاهمة يعني إيه بابا، يعني راح عند ربنا، هي مش فاهمة. بس هي يعني هتتأثر، يعني انا حاسه ان هي متاثره شويه بباباها. يعني انت مقتنعه ان هو توفى؟ لا، انا مش حاسه ان محمد مات، مش قادره اقتنع بصراحه. محمد يعني والدته موجوده؟ مامته موجوده. اه، وحالتها ايه؟ لا، اكيد متدمره يعني نفسيا، يعني دي امه. قلوبنا معاكم جميعا، قلوبنا معاكم. ربنا إذا كانوا ما زالوا أحياء إن شاء الله ربنا يردهم سالمين، ندعو الله بذلك يعني. ونناشد السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن حد يتواصل مع الأهالي، دي الجهات المعنية اللي يجب تطمن أو تطبطب حتى، يعني مش مطلوب أكتر من المتابعة والطبطبة. من بصوا، في المرحلة دي كانت من أكتر نقاط الجمال اللي حصلت هو الاهتمام بالمصريين في الخارج من جهة الدولة، ومن اهتمام الرئيس شخصيا بتفاصيل صغيرة كانت. ده أيام كورونا وأيام أوكرانيا، حرب أوكرانيا. فكرة الحرص وإحساس المواطن المصري أنه ليه قيمة، فإحنا نتمنى من المعنيين بالأمر أنهم فقط، دول ناس مش عارفين أولادهم فين، غرقانين في المحيط، طب هيطلعوا؟ طب في حد بيشتغل في ده؟ حد بيدور على ده؟ السفراء بيبلغوا حاجة، وزارة الهجرة بتتابع، تليفون يا بنتي يا حبيبتي ما تزعليش، يا بنتي احنا معاك ومش هنسيبهم الا ما رجعهم تاني.
وده احنا متعودين منه من وزارة الهجرة بالمناسبة. وبعدين إذا كان البيان حقيقي أن الوزارة بالفعل رفعت يعني وطلبت إعداد تقرير بالحالة والواقع اللي موجود هناك، ليه ما تواصلتش مع الأهالي؟ وإذا الخبر اللي قالته سماح صح أن في 45 مصري تم الإبلاغ أن هم تهجموا على الأبطان السوري وبعدين اختفوا، فين ولادنا ال 45 مصري اللي موجودين في الصومال؟ وفين إذا كانوا 45 ده كلام يعني أي حد يتحقق من الأعلام من الأعداد من الأرقام مين اللي كانوا موجودين كمصريين؟ مصر ما سيبش ولادها على هذه السفينة، وهل تعرضت للغرق بالفعل ولا لا، وإيه اللي حصل؟ كل ده هننتظر من الجهات المعنية. وطبعا احنا على ثقة ان هم مستحيل يتأخروا في شيء شبه ده، ان هم يبحثوا عنه ويخرجوا معلوماته وتبقى موجودة للرأي العام، وأولهم الأهالي اللي محتاجين يطمنوا على ولادهم. النهاردة رحل عن دنيانا واحد من أهم الأعمدة الصحفية المصرية والعربية، الكاتب الصحفي والمبدع الكبير الأستاذ منير عامر الله يرحمه. منير عامر اللي كان ألمه يتلف في حرير، وكان من أصدقاء عبد الحليم حافظ، وله حكايات كثيرة جدا عن نجوم مصر. شريف عامر واحد من الذين تركوا تراثا كبيرا، منير عامر تركوا تراثا كبيرا من الإبداع والأدب والحكي، كان من الشخصيات اللي لما تقعد معاها ما تشبعش، ويقولك يا ولد وهو بيحكي لك. واحد من العمالقة اللي بيرحلوا، احنا بنعزي كل أهل الكتابة ومؤسسة روزا ليوسف وصباح الخير وكل من يعمل في هذه المهنة، ونعزي أيضا زميلنا العزيز الإعلامي الكبير شريف عامر. شريف مصابه كبير جدا، يعني خسارة منير عامر خسارة كبيرة، الأستاذ الذي رحل اليوم خالص العزاء. نسيبكم مع هذا البروفايل عن الكاتب الراحل الكبير، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل خالد البرماوي بفرصة الكلام. زادت دائرة الحزن واحدة، ورسمت هالة سوداء جديدة أسفل عيون الصحافة المصرية برحيل الأنيق منير عامر، بعيداً عن الصخب والضوضاء والأضواء. تميز الرجل في عالم صاحبة الجلالة فقط بسر الخلطة والحبكة وقوة الكلمة وسحرها. البداية كانت من روزا ليوسف، حينما قرأ إحسان عبد القدوس إحدى كتاباته بالصدفة فطلب منه الانضمام للمجلة. بحرفيته وشغفه أبهر منير القائمين على المجلة، وهو ما عجل بتعيينه على الفور. انتقل منير عامر بعد ذلك إلى مجلة صباح الخير عام 1971 سكرتيراً للتحرير، وحقق هناك نجاحات مذهلة. فخلال تلك الفترة كتب مذكرات العندليب على صفحات المجلة، وهو ما رفع توزيعها من 42 ألف إلى 182 ألف نسخة. في روزا ليوسف ومجلة صباح الخير والأهرام تعددت كتاباته، واستمرت حتى قبل وفاته بقليل. بين التأليف والترجمة كانت للراحل أعمال عديدة، منها نساء في حياة عبد الحليم حافظ، فن الحياة مع المراهق، تربية الأبناء في الزمن الصعب، لكل منا نصيب من اسمه، وهو منير وعامر، فالأعمال تعمر ولا تموت وإن رحل صاحبها.